السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هناخد محاضرة جديدة في البرازايت افكتنج جي اي تي. هناخد النهاردة الجزء بتاع السيستود اوف ذا دايجستيف سيستم، يعني بالاخص هناخد الجزء بتاع الانتستاينال سيستود. اول حاجة هنعرف شوية حاجات عن السيستود. هي الجنرال كاركتر اللي بتميز الممبر بتاعت السيستود. هي بتتميز بايه؟ هي بتبقى flattened dorso ventrally وبتبقى شبه الشريط، يعني ribbon or tap like، وبتبقى segmented worm، بتبقى متقسمة الى segment وما فيهاش body cavity ولا فيها alimentary tract. السيجمنت دي بتبقى عبارة عن ايه؟ هي بتبدأ الاول خالص بالهيد او السكولكس، بعد كده النيك اللي هي تبقى active dividing عشان تدينا السيجمنت اللي هي بتبقى في الاول او اول جزء فيها immature، وبعد كده mature وgravid. وبتبقى كل السيجمنت فيها الميل والفيميل جينيتال سيستم، يعني بتبقى هيرمافروديت. طيب بتتغذى ازاي او النورشمنت بتاع السيستود؟ هي بتبقى موجوده في الكافيتي او في السمول انتستين فريلي موبايل، يعني بتبقى بتتحرك في كل مكان في السمول انتستين، واوريدي بيبقى السمول انتستين موجود فيها الدايجستيف نوترينت، فبيحصل ديفيوجن من خلال الكيوتيكل بتاع البارازايت عشان تاخد التغذية بتاعتها. طيب ايه هي الممبر بتاعت الانتستينال سيستود؟ اول حاجة اللي هي تينيا سوليام، بعد كده تينيا ساجيناتا، هايمينوليبس نانا، هايمينوليبس دايمينيوتا، داي بليديام كاناينام، داي فيلوبوسريام ليتا. الخمسة الأولانيين دول عبارة عن انتستينال سيستود، هناخدهم في الجزء ده. الداي فيلوبوسريام ليتام ديت بيبقى فيها جزء انتستينال وجزء تيشو، بس عشان الجزء التيشو بتاعها أهم فهتتاخد مع التيشو سيستود. طيب أول حاجة خالص اللي هي التينيا سوليام اللي هي بسميها البورك تاب وورم. الجيوغرافيكال ديستريبيوشن بتاعتها بتبقى منتشرة في معظم المناطق، بس especially في البورك ايتينج كانتريز اللي هي البيج ايتينج كانتريز، اللي هي في المناطق اللي بتاكل فيها خنزير كتير. وديت بعض الجار اللي بتبقى موجودة عندنا في المعمل فيها السيستود او سم ممبر اوف سيستود. زي ما احنا شايفين هي بتبقى طويلة وبتبقى سيجمنتد، وطبعا كل سيستود بيبقى السيجمنت بتاعها لها شكل خاص بيها. طيب ديت رسمة مختصرة عن اللايف سايكل بتاعة السيستود او التينيا سوليام. هي اول حاجة هي احنا قلنا هي بتعيش في السمول انتستين، السمول انتستين بتاعة الهيومن، الهيومن اللي هو is the only definite host of تينيا سوليام. بعد الادلت موجودة في السمول انتستين هتبدأ بينزل منها الجرافيت سيجمنت اللي هي بيبقى السيجمنت كلها مليانة اج، عشان كده بسميها جرافيت. الاج بتاعتها بتنزل مع الاستول وبيحصل ان هي بتتاخد، او الانترميديت هوست بياخدها مع اي فيجيتيشن او اي كونتامينيتد فود بتدخل على الانتستين، والهاتش يحصل هاتشنج للاج ويطلع منها الانكوسفير اللي بيتحول الى سيستي سيركس او اللارفال ستيج بتاعتها اللي هي بسميها سيستي سيركس سيلولوزا، وتبدا تروح على السيركيوليشن وتبدا تروح على المصل وتعمل انسيستيشن وتعمل سيست او سيستي سيركس سيلولوزا. يبدا الانسان يتعدي ازاي منها؟ ياخد الاندر كوكد بيج ميت كونتيننج سيستي سيركس سيلولوزا وهكذا. تاخد بعد ما ياخد السيستي سيركس هتنزل في الستومك والانتستين ويحصل لها ايفاجينيشن وتطلع وتبدا تكون الادلت وورم، وهكذا اللايف سايكل بتاعه التينيا سوليا. برضو دي رسمه تانية ليها بتبقى يعني بيلخص ان هي موجوده في الهيومن والكات او مش الكاتل، هنا زي التينيا سيجيلات هي بتاعه الكاتل. ديت رسمه يعني ايه مختصره للتينيا سوليا والتينيا سيجيناتا سوا. هيومن والكاتل بيدي الادلت ورم بيبقى جرافيد والايج، وبعد كده الايج يحصل لها هاتشنج والانكوسفير، وبعد كده يروح للسيركيوليشن ويتحول للسيستي سيركاي في المصل، وبعد كده ياخدها الديفنت هوست ويتحول للادلت ستيج.
طيب الهابيتات بتاعت التينيا سوليا زي ما احنا قلنا في السمول انتستين بتاعت المان، الديفينيت هوست اللي هو الاونلي مان، مفيش ديفينيت هوست تاني، الانترميديات البيك، الدايجنوستيك ستيج بتاعتها زي ما احنا قلنا الايج بتنزل في الستول، الدايجنو او الانفكتيف ستيج بتاعتها اللي هي سيستي سيركا سيلولوزا في الماسل بتاعت البيج اللي بياخدها الانسان لما تكون اندر كوت، يبقى ايتنج بيج ميت كونتيننج فايبل سيستي سيركاي. طيب اول حاجه خالص اللي هي التينيا سوليم اللي هي بسميها البورك تاب ورم، الجيوغرافيكال ديستريبيوشن بتاعتها هي بتبقى منتشره في معظم المناطق بس سبيشيالي في البورك ايتنج كانتريز اللي هي البيج ايتنج كانتريز اللي هي في المناطق اللي بتاكل فيها خنزير كتير. طب بعمل دايجنوزز ازاي؟ هي اصلا بتبقى موجوده في السمول انتستين الادلت ستيج، فبتدي بتنزل منها الجرافيت سيجمنت او بترابتشر الجرافيت سيجمنت وينزل الايج، فانا بشوف بعمل الستول اكزامينيشن واعمل سمير واشوف التانية ايج سواء بين دايركت او بالكونسنتريشن ميثود، او ممكن الاقي الجرافيت سيجمنت كلها على بعضيها نازله في الستول. وطبعا بيبقى فيها فرق بين التينيا سوليوم والتينيا ساجينيتا، التينيا سوليوم في اليوتراين برانش اللي موجودة في التينيا سوليوم بتبقى أقل من اليوتراين برانش في حالة التينيا ساجينيتا. وفي الآخر ممكن أعمل أو لو أنا معرفتش أعمل ديتكشن بالستول بعمل حاجة اسمها كوبرو أنتيجين، بدور على الأنتيجين في الستول بتاع التينيا سواء تينيا سوليم او ساجيناتا، بستخدم اليزا تكنيك اللي هو اسمه كابتشر اليزا تكنيك. طيب التريتمنت بعالج بايه؟ بعالج بالبرازيكونتين 10 مللي جرام لكل كيلو جرام بودي ويت، هي سنجل اورال دوز، والاسم طبعا التجاري بتاعه اللي هو الديستو سيد. اعمل بريفنشن وكنترول ازاي؟ هعمل بروبر كوكينج للبورك ميت او اعمل له فريزنج عند درجة ماينس 10 ديجري سنتيجري عشان اقتل السيستي سيركاي. الميت انسبكشن ات سلافر هاوس، سانيتري ديسبوزال اوف هيومن اكسكريتا وتريتمنت اوف انفكتد بيرسون، ده كله عشان امنع الانفكشن من الهيومن اللي هو الاونلي ديفينيت هوست. طيب انا خلصت كده التينيا سوليوم، اخد تينيا ساجيناتا، هي بتبقى شبهها في حاجات كتير مع اويز سام ديفرنس. جيوغرافيكال ديستريبيوشن موجوده في كل برضو كوزموبوليتانت بس بتبقى موجوده اكتر في البيف او بيف ايتنج كانتريز، برضو دي مختصر بتاعه اللايف سايكل زي بتاعه التينيا سوليوم. الادلت موجوده في السمول انتستين بتنزل في الستول الجرافيت سيجمنت والايج، الايج بياخدها برضو الانترميديت هوست اللي هنا في حالات التينيا ساجيناتا هيبقى الكاتل، الكاتل هتاخد الايج هتروح على الاستومك هيحصل لها هاتشنج وتطلع الانكوسفير، الانكوسفير هيروح على السيركيوليشن وتحول للسيستي سيركاي في المصل، والهيومن هيحصل له انفكشن لما يعمل انجيشن لرو اندر كوكد ميت كونتيننج السيستي سيركاس بوفز. هنا في حالة التينيا ساجيناتا هتبقى اسم السيستي سيركاس بوفز مش السيستي سيركاس سيلوزا زي في حالة التينيا سوليا، وهكذا هياخد السيستي سيركاي هتنزل الاستومك والانتستين ويحصل ايفاجينيشن وتبدأ تكون الادلت ستيج اللي هي هتديني الجرافيت سيجمنت والايج. برضو الهابيتات بتاعتها في السمول انتستين الديفينيت هوست المان اونلي، الانترميديات الكاتل، الدياجنوزز برضو في الستول بالتينيا ايج او بالجرافيت سيجمنت، ممكن الاقي الجرافيت سيجمنت كريبنج اراوند ذا انس، افكتيف ستيج سيستي سيركاس بوفز ان كاتل ماسل، المود اوف انفكشن انجيشن اوف انفكتد بيف كونتيننج فايبل سيستي سيركاي. طيب الكلينيكال بيكتشر برضه هتبقى زي التينيا سوليوم زي ما احنا قلنا،
ممكن اسيمتوماتيك وممكن تدي جاسترو انتستاينال ديستربنس، نوزيا، فوميتنج، جاستريك كوليك، جاستريك بين، لوس اوف ويت، لوس اوف ابيتايت، وسام نيرفس مانيفستيشن ديو توكسيك برودكت اوف ذا بارازايت. برضه دايجنوزس، هعمل دايجنوزس بالايج وجرافيت سيجمنت، وادي تريتمنت برضه زي في حالات التانية سوليوم اللي هي بدي البرازيكونتيل لو 10 مللي كل كيلو جرام بودي ويت، بريفنشن والكنترول برضو زي حالات التينيا سوليوم. طب يبقى في سام ديفرنس بتوين تينيا سوليوم والتينيا ساجينالا. انا في بالاج ما بقدرش افرق بينهم الاثنين لانهم بيبقوا شبه بعض، لكن في حالات التينيا سوليوم الاج بتبقى انفكتد للهيومن وتدي حاجه اسمها سيستي سيركوزس، يعني انفكشن اوف هيومن تيشو باي سيستي سيركس، يعني ممكن ياخد الايج وجواه يتحول لسيستي سيركاي اللي هي بيحصل لها انسيستيشن في الماسل بتاعه الهيومن، فدي حاله من حالات التيشو سيستو اللي هي بسميها سيستي سيركوزس. بس في حاله التينيا ساجيناتا ما بيحصلش كده، هي بتحصل بس في حالات التينيا سوليوم. برضو في اللي بي يعني اللي بي بيزود حدوث السيستي سيركوزس ان بيحصل ساعات اوتو انفكشن، بيبقى التاني في التانية سوليوم الاج بيحصل لها هاتشنج جوه الهيومن وتروح السيستي الاونكوسيركس الاونكوسيركا اللي طلع من الاج يروح على السيركيوليشن ويتحول للسيستي سيركاي اللي هي بيحصل لها انسيستيشن في المصل. برضو دوت ما بيحصلش في حالات التانية ساجينات. يبقى احنا كده خلصنا التينيا سوليوم والتينيا ساجينيتا. تالت بارازايت او تالت سيستود افكتنج الجي اي تي اسمه الهايمينوليبس نانا. الجيوغرافيكال ديستريبيوشن هو منتشر في كل حته سبيشالي ان شيلدرن. اللايف سايكل بتاعته هو برضو الادلت بتبقى موجوده في السمول انتستين، هتديني الايج او اخر سيجمنت اللي هي الجرافيت، هيحصل سيبريشن وتحصل ابشر وتنزل الايج اللي هي هتنزل في الستول. ممكن جوه الهيومن يحصل حاجه اسمها الاوتو انفكشن، يعني الايج ما بتنزلش بيحصل لها هاتشنج جوه والانكوسفير بتاعها بيطلع وتروح داخله على الساب ميكوزا ويحصل لها ماتيوريشن وتتحول للسيستي سيركويد اللي هي اللارفال ستيج، وترجع تاني على اليومن بتاع الانتستين وتبقى اتاتشنج للميكوزا وتبدا تكون الادلت ستيج وهكذا. اللايف سايكل بتاعتها جوه الهيومن، فعشان كده بتحصل حاجه اسمها اوتو انفكشن، هي بتزود الانفكشن ويعمل ممكن يوصل لحاله اسمها هايبر انفكشن. دي في حاله لما يحصل اوتو انفكشن جوه في الانتستينال يوم. طيب في حالات تانية او في سبيشيز تانية من النانا من الهايمينوليبس من الهايمينوليبس نانا سبيشيز تانية بيبقى الديفينيت هوست بتاعها الرودنت، فدي بتحتاج انترميديت هوست. يعني ايه بتحتاج انترميديت هوست؟ يعني الرودنت بينزل الايج في الستول بتاعه، بياخد الفلي لارفا بتاخد الايج ويتحول جواها الايج دي بتتحول لسيستي سيركويد، ولما الفلي بيكبر يتحول للفلي ادلت بيبقى كونتيننج سيستي سيركويد اللي هو بتروح تاني تبقى انفكتد للرودنت نفسه اللي هو ياخدها يتحول ياخدها وهي كونتيننج الانفكتيف سيستي سيركويد وتتحول جواه الى الادلت ستيج وهكذا اللايف سايكل تاني. يبقى احنا هنا لخصنا ان هي ممكن يبقى فيه ممكن تحتاج الانترميديت هوست زي في حالات الرودنت، وممكن في الهيومن ما بتحتاجش الانترميديت هوست. السمول انتستين هي الهابيتات بتاعتها. طيب الدايجنوستيك ستيج الايج ممكن الديفينيت هوست يبقى رودنت او هيومن. طيب الانترميديت هوست زي ما احنا قلنا اللي هو مان اكت از انترميديت هوست، قلنا ازاي؟ قلنا الادلت هتطلع الايج والايج هيحصل لها هاتشنج والانكوسفير هيدخل الفيلاي ويتحول للسيستي سيركويد جوه في الساب ميكوزا، وبعد كده السيستي سيركويد ترجع تاني على اليومن وتبدا تدينا الادلت ستيج. لكن في حالات ان الرودنت هو اللي بيبقى ديفينيت هوست، الفلي اكت از انترميديت هوست، يعني لازم الايج تطلع والفلي ياخدها الفلي لارفا وتتحول جوه السيستي سيركويد ويرجع تاني الرودنت ياخدها
اللي هي عشان يحصل يكمل اللايف سايكل بتاعته. الريزرفوار هوست هنا رودنت، الايج انفكتيف ستيج. طيب المود اوف انفكشن زي ما احنا قلنا ايه، انجيشن اوف فود اند درينك كونتامينيتد ويز ايج، اي فود او درينك كونتامينيتد ويز ايج هيحصل الهيومن انفكشن، او ممكن يحصل جوه نفسه هو الاوتو انفكشن. كلينيكال فيكشر بتاعتها المايلد انترايتس اند اليرجي تو ذا ورم اكسكريشن، بيحصل شويه التهاب في الانتستين، وطبعا معاها كوليك ومعاها ايبيجاستريك بين. طيب ايه تاني لو هو حصل هيفي انفكشن؟ يبقى ديت المايلد. طب لو هيفي انفكشن ممكن تعمل ألسريشن في الميكوزا بتاعت الانتستين وتديني سيفير ابدومينال بين وديارية، وبرده في حالات الهيفي دي بتعمل سيفير نيرفوس سيمتوم زي الانسومنيا والكونفالجن والابيليبتي فورم فيتس برضو. ليه؟ عشان التوكسيك برود. طيب ديت رسمة مختصرة عن اللايف سايكل بتاعت السيستود او التينيا سوليوم. هي اول حاجة هي احنا قلنا هي بتعيش في السمول انتستين، السمول انتستين بتاعت الهيومن، الهيومن اللي هو is the only definite host of تينيا سوليوم. بعد الادلت موجودة في السمول انتستين هتبدأ بينزل منها الجرافيت سيجمنت اللي هي بيبقى السيجمنت كلها مليانة اج، عشان كده بسميها جرافيت. الاج بتاعتها بتنزل مع الستول وبيحصل ان هي بتتاخد او الانترميديت هوست بياخدها مع اي فيجيتيشن او اي كونتامينيتد فود بتدخل على الانتستين كيلو جرام بادي ويت. البريكوشن بقى بتاعت التريتمنت هي عشان الانفكشن بيبقى سهل، مجرد الاج دي لو هي اي حاجة متلوثة بالاج بتعدي، فلازم كل الممبر بتاع الفاميلي يتعالجوا مع بعض سيمالتانيسلي، وبرضو اعمل ستريكت هايجينيك ميجر عشان جارد اجينست الاوتو انفكشن. الريبيتد ستول اكزامينيشن افتر 1 مانث فروم ستارتنج ذا تريتمنت تو اشور كومبليت كيور. والكنترول بعمل بيرسونال هايجين وتريتمنت اوف انفكتد بيرسون. يبقى كده خلصنا الهايمينوليب سنان. الاخ اختها بقى التانية اللي هي هايمينوليبس دايمنيوتا، ديت بتبقى اسمها رودنت تاب وور، دي بتبقى موجودة او كومن بارازايت اوف رات ولوفر ذا وورلد، بتبقى موجودة في الرات والرودنت في اي حتة في العالم، وساعات الهيومن اوكيجنالي انفكتد. برضو ده ملخص لللايف سايكل. الادلت ستيج اوف هايمينوليبس دايمنيوتا بتعيش في السمول انتستين، برضو هتديني الايج بتاعتها هتنزل في الستول، وزي ما احنا قلنا هنا في الحالات دي بتحتاج لانترميديات هوست اللي هو الفلي لارفا، برضو بتاخد الايج وتحول جواها الايج بيحصل لها هاتشنج وتطلع الانكوسفير اللي هو بيروح على السيركيوليشن ويتحول في البادي كافيتي بتاع الفلي الى سيستي سيركويد لارفا، وبعد كده بتتاخد او يحصل انفكشن للهيومن او الرات او الرودنت ان هما ياخدوا الفلي كونتينج السيستي سيركويد لارفا، وهكذا يحصل الريبيتد اوف لايف سايكل. بعد ما ياخدوا سيستي سيركويد هتنزل على الاستومك والانتستين ويحصل لها ايفاجينيشن والسكوليكس يثبت نفسه في الوول بتاع الانتستين وهكذا، ويدي اللايف سايكل بتاعته. برضو الهابيتات بتاعتها سمول انتستين، الدياجنوستيك الايج في الستول، الفاينل هوست مينلي الرات اوكيجنالي المان، الانترميديت او يبقى هنا اكت الرات اكت از ا ريزرفوار، الانترميديت هوست اللي هو الرات فلي والجرين بيتل، يعني ساعات بيبقى البيتل اللي هي بتبقى موجوده في الجرين يعني في الحبوب اللي هي الخنافس بتاعه الحبوب دي بتبقى برضو ممكن تاخد الايدز بتاعه الهايمينوليبس دانيوتا وتتحول جواها السيستي سيركويد، فبيحصل انفكشن للهيومن ان هو ياخد الجرين اللي هي او البيتل بتاعه الجرين دي، لما يكون الجرين مصابه بيبقى موجود جواها الانفكشن، فلما ياخدها برضو تعمل الانفكشن للهيومن، ودي طريقه برضو او مود اوف انفكشن للهيومن. انفكتيف ستيج اللي هي السيستي سيركويد لارفا، مود اوف انفكشن زي ما احنا قلنا انجيشن اوف سيريال اللي هي الحبوب اللي بيبقى موجود جواها البيتل اللي هي انفكتد ويز سيستي سيركويد، درايد فروت كونتين
contaminated with insect. اي درويد فود بيبقى جواها برضو الانسكت دي اللي هي containing السيستي سيركويد. كلينيكال بيكتشر بتاعت الهايمنوريبس زيمنوتا زي النانا اللي هي برضو بيبقى فيها سيفير جاستريك بين في الهيفي انفكشن، وعشان الالسر بتاعت الميكوزا، ويحصل سم نيرفس مانيفستيشنز الانسوميا والكونفشن، وسبيشالي في الشيلدرن عشان يعني بيبقى عرضه ان هم يحصل لهم انفكشن كتير، بيبقى سافر مي سافر فروم ابدومينال بين ودايريا وانسوميا وكونفشن. الدايجنوزس برضو في الحالات دي اللي هي الاج في الستول سامبل، تريتمنت برازي كوانتل، والجرعه بتاعته اللي هي من 5 ل 10 مللي لكل كيلو جرام بادي ويت. هنا ما فيش لارفال ستيج موجوده في الهيومن، فانا مجرد بدي بس 5 ل 10 عشان اقتل الادلت اللي موجوده في الهيومن بتاعه الانتست. برضو الكنترول بعمل هيلث اديوكيشن وبيرسونال هايجين، وبعمل بروتكشن للفود والسيريال من الانسكت اللي هي ممكن تبقى موجود جواها السيستي سيركويد. اعمل انتي رات، اقاوم الرات والرودنت عشان الوش الانفكشن. فاضل واحده بس في السيستود اللي هي افكتنج جي اي تي اللي هي اسمها داي بليديوم كانينم. طبعا السيجمنت زي ما احنا قلنا السيجمنت بتاعت السيستود كلها كل واحد له شكل محدد خاص بيه. هنا الشكل بتاع السيجمنت زي ما احنا شايفين شبه البذره بتاعت الخيال، هي كامبر سيد او بارل شيب. وطبعا برضو بيبقى الاول خالص بيبقى فيه السكولكس، بعد كده الماتيور سيجمنت، بعد كده الماتيور، بعد كده الجرافيت. والماتيور اللي هي بتبقى كونتيننج فول ماتيور ريبرودكتيف سيستم سواء ميل او فيميل زي ما احنا قلنا عشان هي هيرمافرودايت. والجرافيت سيجمنت بتبقى سيجمنت كلها مليانه اكس، برضو هي بتبقى بارازايت اوف دوج وكات، عشان كده بسميها الدوج تاب ورم. واكسيدنتلي المان بيحصل له انفكشن سبيشالي شيلدرن. طيب ايه اللايف سايكل بتاعتها؟ زي ما احنا قلنا هو الدوج والكات مينلي، واوكيجنالي الهيومن، بيبقوا كلهم موجود الادلت ستيج موجوده في السمول انتستين، هتبدا يحصل لها ماتيوريشن وتدي الجرافيت سيجمنت في الاخر، هي بتنفصل خالص من الورم، ممكن تنزل كلها في الستول او ممكن الاقي الايج. والايج هنا بتتميز بحاجه ان هي ما بتنزلش لوحديها، هي بتنزل في حاجه اسمها ايج كبسول، يعني جروب من الايج بينزلوا سوا، ما بلاقيش ايج لوحديها كده خالص في الستول، لازم الاقي السبيسيفيك الكبسول المميزه لها اللي هي بتبقى موجوده في الستول، وبتبقى تحتوي من 8 ل 25 ايج. بعد كده الايج كبسول بتنزل، بياخدها الانترميديت هوست اللي هو الفلي لارفا بتاعت الدوج بتاعت الدوج فلي، وياخد ايه الايج، يحصل هاتشنج للايج، يطلع الانكوسفير اللي هو بيروح للسيركيوليشن، وبعد كده يتحول للسيستي سيركويد اللي هي بتروح للتشو بتاع الفلي، ويحصل لها انسيستيشن، ويحصل العدوى للهيومن او الدوج ان هم ياخدوا الفلي الادلت الكونتيننج السيستي سيركويد. في ناس بتسال كتير في ازاي الفلي الادلت وصل له السيستي سيركويد او حصل له انفكشن. هنا الفلي لارفا خدت الايج، وجوه الفلي لارفا اتحولت الايج الانكوسفير والانكوسفير للسيستي سيركويد. وفي الحاله دي ان برضو الفلي لارفا حصل لها ميتامورفوزس وتحولت للادلت ستيج، يعني في حاله ان اللارفا تحولت للادلت ستيج جواها اتحول الانكوسفير للسيستي سيركوي، عشان اللارفا هي اللارفا بتاعت الفلي هي اللي بتاكل، لكن الفلي ادلت ما بياكلش، ده الفلي ادلت بيسك بلاد، فما بي ما 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 يعني ما ينفعش ياخد الايج ويتحول جواه، فاللي بياخد الايج اللارفا بتاعته، ولما هي يحصل لها ماتيوريشن وتتحول لادلت هيكون جواها اتحول الانكوسفير للسيستي سيركويد، وهكذا ياخد الهيومن انفكشن بيحصل بالانجيشن اوف انفكتد فلي كونتيننج سيستي سيركويد لارفا اوف داي بليديوم كانينا، وهكذا. طيب الهابيتات بتاعتها في السمول انتستين برضو الدايجنوزز بالايج في الستول او الايج كبسول، ساعات ممكن الاقي الجرافيت سيجمنت. الفاينل هوست المينلي الدوج والكات، اوكيجنالي المان، زي ما احنا قلنا ان الدوج والكات في اللاربة بتاعتهم هي اللي بتاخد الايج،
والايج جواه ما يحصل لها هاتشنج يطلع الانكوسفير اللي بيتحول للسيستي سيركويد في البادي كافيتي في بتاع الادلت فلي، وهكذا يحصل الانفكشن. الريزرفوار هوست هنا الدوج والكات. الفيكتيف ستيج زي ما احنا قلنا السيستي سيركويد انسايد الدوج فلي او الكات فلي. المود اوف انفكشن ايه؟ انجيشن اوف سيريال كونتامينيتد ويز انسكت كونتيننج سيستي سيركويد. لو انا خدت سيريال مصابه يعني فيها الانسكت اللي جواها سيستي سيركويد، او اكسيدنتال سوالوينج للفلي نفسه الانفكتد فلي. كلينيكال بيكتشر زي معظم السيستود احنا قلنا الورم افكت من للشيلدرن اللي هي برضو سفر فروم ابدومينال بين، وبيبقى لازم يبقى مصاحب ليها سلايت ابدومينال ديسكومفورت وتوكسيك نيرفوس مانيفستيشن. الدايجنوزس بتاعها ان انا بلاقي الايج كبسول في الاستول او الاقي الجرافيت سيجمنت كلها موجوده في الاستول. طيب ايه اللايف سايكل بتاعتها؟ زي ما احنا قلنا هو الدوج والكات مينلي واوكيجنالي الهيومن، بيبقوا كلهم موجود الادلت ستيج موجوده في السمول انتستين، هتبدا يحصل لها ماتيوريشن وتدي الجرافيت سيجمنت في الاخر، هي بتنفصل خالص من الورم، ممكن تنزل كلها في الاستول او ممكن الاقي الايج. والايج هنا بتتميز بحاجه ان هي ما بتنزلش لوحدها. يبقى احنا خلصنا دكاتره السيستود الافكتنج جي اي تي سيستم. ثانك يو.